السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة الكفري من قناتي. درسنا لليوم عن حل مشكلة برنامج الكاب كات يلي ما بيفتح الكمبيوتر. يعني حاولت كتير والله، وجربت أكتر من طريقة وأكتر من محاولة، فإنه لقيت الحل آخر إشي، والحل كتير بسيط، يعني يمكن ما بتتوقعه ولا 1%. فأنا شغلت في بي إن على النرويج، تمام، وحملت البرنامج كله. طبعا عند ما حذفته لازم تحذفه حذف نهائي، وعن طريق هذا البرنامج كمان، تمام. حذفت البرنامج القديم الكاب كات، وحطيت النرويج الفي بي ان، وحملت من اول وجديد وشغلته، فتح معي. هذا كل الموضوع، يعني تخيل لوين. فانتوا جربوها، اذا زبطت معكم يا ريت تحكولي بالكومنتات، وسلام.